السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب طلاب الصف الرابع الابتدائي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. مكملين مع بعضينا شرح وحل منهج مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الاول 2024 من كتاب الاضواء لتالتة سنة رابعة. لو مش قناة يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان كل ما اعمل فيديو يجي لك اشعار بيه وتعمل لايك للفيديو. ان شاء الله هنحل مع بعضنا في الفيديو ده انشطة الاضواء على القواعد الاملائية من كتاب الاضواء صفحة 129 و130. يلا بينا سنة رابعة نشوف الفيديو. عندي السؤال الاول، ضع علامة الترقيم المناسبة بين القوسين. رقم الف: الرياضة تقوي البدن ويشعر من يمارسها بالسعادة. الرياضة تقوي البدن و يبقى على طول نحط هنا ايه؟ فصلة. ويشعر من يمارسها ايه؟ بالسعادة. طبعا هنا ايه؟ جملة مفيدة واخر الكلام نحط على طول ايه؟ نقطة. رقم ب: ما اروع اسلوب القصة. ما اروع اسلوب القصة ده طبعا اسلوب ايه؟ اسلوب تعجب. بين ناقص نحط ايه؟ علامة التعجب. ج: ما المدينة التي تحب زيارتها؟ طبعا هنا بسألك سؤال يبقى على طول هنا نحط علامة الترقيم اللي هي علامة الاستفهام. د: سألت الام ابنائها. نقط: من منكم يجب أن يكون عالما مثل الدكتور أحمد زويل. سألت الأم أبنائها، وإحنا قلنا بعد فعل القول نحط على طول النقطتين الرأسيتان زي قال، سأل، يقول، قالت. من منكم يجب يحب أن يكون عالما مثل الدكتور أحمد زويل، طبعا هنا بتسألهم سؤال يبقى على طول هنحط علامة الاستفهام. ها: أين يعمل أخوك؟ برضو هنا سؤال نحط علامة استفهام. واو: أحب وطني كثيرا، طبعا هنا جملة مفيدة. رقم زي: ما أجمل الورود، طبعا هنا علامة التعجب لأن الأسلوب ده أسلوب تعجب. رقم حاء: اشتريت قلما و، طبعا نحط هنا علامة ايه؟ نحط الفصلة. وممحاة طبعا نحط هنا ايه؟ النقطة. رقم طاء: الطمع صفة مذمومة، طبعا ايه؟ جملة مفيدة بنحط نقطة. رقم ياء: قال المعلم، احنا كنا بعد فعل القول بنحط النقطتان الرأسيتان. عليكم بالعلم والعمل ايه؟ بي، طبعا نحط هنا ايه؟ نقطة واخر ايه؟ الكلام. نشوف النشاط اللي بعده. رقم نشاط ايه؟ نشاط اتنين. نشاط رقم اتنين قلت: خير علامة الترقيم المناسبة مما بين القوسين. ألف: حقق اللاعب فوزا باهرا، طبعا هنا جملة مفيدة ومفيش كلام تاني طبعا بعدها بنحط على طول هنا ايه؟ النقطة. تمام. رقم ب: كيف قضيت الأجازة الصيفية؟ طبعا هنا بسأله سؤال يبقى هنا نحط علامة الاستفهام. ما أسرع الصقر؟ أسلوب تعجب بنختار علامة التعجب. د: يا سائق السيارة تمهل. يا سائق السيارة ايه؟ تمهل، ده طبعا ايه؟ جملة مفيدة واخر الكلام بنحط على طول ايه؟ نقطة. رقم هاء: كن سباقا الى الخير ايه؟ دائما. كن سباقا الى الخير ايه؟ دائما، برضو نحاول نختار هنا ايه؟ النقطة. تمام. نشوف رقم واو: قال كم عمرك؟ طبعا هنا بيسأل سؤال يبقى على طول نحط علامة الاستفهام. رقم زي: ما اجمل الطبيعة؟ اسلوب تعجب يتكون من ماء التعجبية وافعل التعجب والمتعجب منه، هنا نحط طبعا علامة ايه؟ علامة التعجب. رقم حاء: قال احد الحكماء من نم لك نم ايه؟ عليك. من نم عليك نم ايه؟ نم عليك. طبعا ايه هنا؟ قلنا بعد فعل القول بنختار النقطتان الرأسيتان. تمام. رقم ط بيقول: كيف حالك؟ كيف حالك؟ طبعا هنا بيسألك سؤال بيسألك سؤال بنختار علامة الاستفهام. رقم ياء: ذهب أحمد إلى المكتبة، جملة مفيدة. ذهب أحمد إلى إيه؟ إلى إيه؟ إلى المكتبة. نشوف النشاط رقم ثلاثة. نشاط رقم ثلاثة بيقول: اقرأ العبارة التالية ثم ضع علامة الترقيم المناسبة. وضع طارق الكتاب في المكان المخصص له. ثم قال لأمين المكتبة، ثم قال بنحط هنا الفصلة. ثم قال لأمين المكتبة، طبعا قلنا بعد فعل القول نحط ايه؟ النقطتان الرأسيتان. هل يمكن أن أستعير كتابا آخر؟ طبعا هنا بيسأل وبيقولوا ايه؟ هل، ايه من أدوات الاستفهام. ما أجمل القراءة، أسلوب تعجب. إنها نافذة للإنسان على العالم من حوله، طبعا آخر الكلام وجملة مفيدة. طبعا نحط ايه؟ نحط النشاط أربعة. قل صوب الخطأ في علامات الترقيم فيما يلي ثم اكتب الصواب بين ايه؟ بين القوسين. التهور سلوك خاطئ خطأ
يجب الحذر منه، يجب الحذر ايه منه. طبعا عند الخطأ هنا في علامة ايه، في علامة التعجب. طبعا ده هنا ايه اخر الكلام على طول، هنحط هنا ايه، هنحط النقطة. تمام، ما اشد البرد، طبعا هنا اسلوب ايه، اسلوب تعجب، هنا على طول نحط ايه، علامة التعجب وليس علامة الاستفهام. تمام، رقم جيم، السؤال رقم جيم بيقول ما الرياضة المفضلة عندك عندك. طبعا هنا بيسأل سؤال، يبقى هنا نحط علامة الاستفهام وليس علامة ايه، علامة التعجب، يبقى هنا نحط علامة ايه، علامة الاستفهام. رقم د، قال المعلم لتلاميذه، طبعا احنا قلنا بعد فعل القول بنحط ايه، النقطتان الرأسيتان، هنا نحط النقطتان ايه، الرأسيتان. رقم ها، ما اهم الجوائز التي حصل عليها نجيب محفوظ. طبعا هنا بيسأل سؤال برضو، هنا بيسأل ايه، بيسأل سؤال، هنا نحط علامة ايه، علامة استفهام وليست نقطة. رقم واو، اللاعب متحفز والمنافسة شديدة، طبعا هو حاطط هنا نقطة، طبعا هنا نحط ايه، فاصلة. رقم زي، قالت الام التعاون يحقق السعادة، طبعا هنا ايه جملة مفيدة، بعطون نحط هنا ايه، نقطة وليست علامة الاستفهام. تمام، رقم ح، يا عمر اجتهد في مذاكرتك، يا عمر، واحنا قلنا بعد المنادى بنحط ايه، بنحط الفاصلة وليست الفاصلة المنقوطة. اجتهد في مذاكرتك، طبعا جملة مفيدة، طبعا هنا نحط ايه، نقطة وليست علامة التعجب، بنا فاصلة وايه وعلى وايه ونقطة. تمام، نشوف النشاط رقم 5، بيقول اكمل بعلامة الترقيم المناسبة. الف، ذهب الطبيب الى المستشفى، طبعا ده نقطة، جملة مفيدة وكلام مفيد، طبعا هنا نحط ايه، نقطة. رقم ب، قال احد الحكم، قلنا بعد فعل القول النقطتان الرأسيتان. ايه، تصفر الشمس عند المغيب، تصفر الشمس عند المغيب خشية ايه، الفراق. رقم ج، اين كنت بالامس، طبعا هنا بيسأل سؤال، اين دي من ادوات الاستفهام. د، يصوم المسلمون شهر رمضان، طبعا نقطة، جملة مفيدة. رقم ها، ما اطول الزرافة، طبعا ده اسلوب ايه، اسلوب استفهام. واو، ما حمل الطالب الحقيبة والكتب، ترى ما في واو بعديها، على طول نحط ايه، نحط فاصلة. زي، ما اللون الذي تفضله، طبعا بسأل سؤال برضو، بهنا علامة استفهام. ورقم ح، هل هذا هاتفك، برضو هنا بسأل سؤال، هل دي من ادوات الاستفهام. رقم ط، قالت الام، وقلنا بعد فعل القول بحط النقطتان الرأسيتان، قال، قالت، يقول، قالت، سألت، نحط ايه، النقطتان الرئيسيتان. حافظي على نظافة ملابسك، طبعا هنا ايه، جملة مفيدة، واخر الكلام بنحط ايه، النقطة. نشاط 6، صوب الخطأ الاملائي فيما تحته ايه، خط. وقف عصفور فوق الشجرة، احنا قلنا التنون عبارة عن ايه، سنة رابعة، عبارة عن نون ساكنة بتلحق باخر الاسم، تنطق ولا تكتب، وبنعوض عن النون دي بضمتين او كسرتين او ايه او فتحتين. وقف عصفورا، وقف طبعا ايه، عصفورا فوق ايه، فوق الشجرة، وقف عصفورا فوق ايه، الشجرة. تمام، رقم ب، نجح الطالب في اختبار اللغة العربية، اختبار بالتاء وليست الطاء. تمام، شر الناس ذو الوجهين، ذو انتصر الجنود على الاعداء، بالصاد وليست السين، انتصر الجنود على ايه، على الاعداء. وبكده سنة رابعة وصلت معاكم لنهاية الفيديو، اتمنى يكون استفدتوا، ياريت ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.